بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أحبابه في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله غنتكلم على واحد الموضوع اللي هو خطير بزاف، الموضوع اللي هو كيفية حجب مواقع إباحية من الهاتف كليا. كيفاش نحجب مواقع إباحية من الهاتف كليا؟ بزاف ديال الناس كيسولوا على شي طريقة اللي حجبوا هذه المواقع، يعني حذفوها نهائيا من الهاتف حيث لا وجود لها ولا اثر لها. وبزاف ديال الاطفال للاسف الشديد، المدارس، اطفال المدارس كيدخلوا يبحثوا على شي حاجه، شي بحث او شي بحث مدرسي، كيدخل شي صفحه ديال جوجل، ومن بعد للاسف الشديد كيدخل كيلقى صور من النساء او صور من الاباحيات. وهذا للاسف الشديد، هذه المواقع دمرت العديد من الشباب، وهذه المواقع للأسف الشديد يعني أصبحت الرمز الأول في الفساد. والعجيب في الأمر، لماذا الدولة لا تقوم بالتصدي لهذه المواقع الخبيثة؟ هذه الطريقة هذه اللي غنقولها لكم كتمنع، يعني تطبقوها في الهاتف ديالكم، لأن هي كتمنع جميع مواقع إباحية من الهاتف، من التصفح عبر الصور أو من التصفح عبر الفيديوهات حيث لا أثر لها. طريقة سهلة، لا تحتاج إلى فلاش، لا تحتاج إلى روت، لا تحتاج إلى يعني الى فورمات الهاتف او الى تطبيق، بل عبر متصفح جوجل كروم. فهيا بنا الى التطبيق لكي اريكم طريقه سهله جدا لحذف جميع مواقع اباحيه من الهاتف. كما كتلاحظوا معايا انا في الهاتف، دابا غنقوم بعمليه حذف جميع مواقع اباحيه او تصدي او حجب مواقع اباحيه من الهاتف كليا، فقط الذهاب الى الموقع او الى متصفح جوجل كروم اللي هو هذا، نضغط عليه يعطينا هذه الصفحة، ثم الذهاب إلى ثلاث نقاط التي توجد في الفوق، ثم النزول إلى الإعدادات، نضغط عليها يعطينا هذه الصفحة، ثم النزول إلى الخصوصيات الأمان اللي هي هذه، نضغط عليها، ثم النزول إلى استخدام نظام أسماء النطاقات DNS اللي هي هذه، نضغط عليها، ثم تفعيل هذا الخيار والنزول إلى اختيار مقدم خدمة آخر اللي هي هذه، ثم الضغط على هذا السهم الصغير ويعطيك هذه الإعدادات. نختار هذه الكلمة التي توجد في التحت السطر الثاني، نضغط عليها، ثم الخروج من هنا، وكذلك الخروج والخروج، والذهاب إلى اكتب أي متصفح للموقع إباحي ولن يظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. آسف على هذه الكلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا معي، انا كنضغط على اي موقع، لاحظوا معايا دخلت الموقع، عطاني حاجه اخرى، يعني ما تعرفش حتى على الكلمه اللي انا طلبت منه يبحث لي عليها، يعني بطريقه ممتازه الصراحه. يعني الانسان يفعل في الهاتف ديالو، ندخل الصور، حتى الصور شنو عطاني، كلمة اللي دخلتو ما تعرفش عليها نهائيا. يعني الطريقة ممتازة، يعني بهذه الطريقة اللي تحمي الهاتف ديالك من هذه المواقع إباحية. ويعني كنتمنى الآباء يعني يقوموا بهذه العملية في الهواتف ديالهم، إذا كان الطفل كيبحث في موقع عن يعني شي حاجة ديال الدروس أو شي بحث كيبحث فيها في مواقع، يعني أحسن يفعل معهم هذه الخاصية. هذه هي ممتازة الصراحة، لأنك تخش الموقع كتلقى فيه إشهارات، في اعلانات، ولكن اعلانات فيها صور اباحيه، يعني الطفل لما كيبغي يبحث على شي حاجه كيبقى بعض الاشعارات او بعض الاعلانات في مواقع. لهذه الطريقه دي يعني ممتازه، يعني كنتمنى الاباء يقوموا بتفعيل هذه الخاصيه في الهواتف ديالهم، وبهذه الطريقه تحمي راسك من هذه المواقع الاباحيه الضاره والتي دمرت العديد من الشباب. كنتمنى نكون استفدنا من هذا الفيديو، وكنتمنى ألا تبخلوا علينا بالزر والإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.